الو، عملتها عاودة ولدات جمال، تقصيت وراح ترجع تغبن علينا. واش تحب نعمل لك انا عمي تبون؟ راه هذا فوزي القجع عاود عمل علينا مؤامرة. واش عمل هذا عاود فوزي القجع؟ ما تقوليش هو اللي دخل ماركة عليكم البيت، راك عيقت هاد جمال. لا يا عمي تبون، راه هذا فوزي القجع جامع البارح بلي جوار نتاع موريتانيا في السر، وعدهم إلى فازوا علينا راح يعطي كل واحد 20 صندوق نتاع البطاطس و10 نتاع طوماطش. والموريتانيين داغين نساو الخير نتاعنا وباعونا للمراركة، ياك شحال عطيناهم المازوط غراتيس وصيفطنا ليهم الرجلين تاع الدجاج. راح نخلي بن بطوش يقصف موريتانيا بالصواريخ يا جدك. واش غادي يقصف هذاك بن بطوش؟ راه ما بقاش قادر يوصل للجدار العازل، يخاف من درون المروكية ومخبي قاع النهار في غار الجبيلات. انا راح نروح للجدار العازل ونقصف موريتانيا والمروك يا جدك. جلس خنزريحة، حتى انت ما عندك وين تروح، راني نخاف عليك يأسروك المراركة ويقعدوك عاود على القرعة نتاع كوكاكولا. قول لي عمي تبون، راكم قطعتوا لينا ليبي دافيون على وهران ولا على الجي؟ اكيد راح ترجعوا على وهران يا جمال، وخنزريحة راه وجد لكم المرتاديلا في سيدي بالعباس. لا عمي تبون، انا نحب العشاء يكون سومو في ميم عاف خوماج غابي. لا هو جمال المرتاديلا ما وجدناهاش باه تعشاو. ايوا اون فا فيغ كوا حنا بهاد المرتاديلا؟ مالك زربان على رزقك يا جمال، حتى تجي وغادي تعرف، راه عمك خنزريحة عامل لكم مفاجأة. Ha 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 ha